بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ نتكلم في تسجيل دون عن ملخص بسيط جدا ومكثف جدا لتصميم شبكات الغازات الطبية في المستشفيات. طبعا عشان نبدأ نصمم أي شبكة غازات طبية، فقبل أي حاجة طبعا لازم يكون عندي المعماري وعليه الفرش. يعني ما ينفعش يكون عندي المعماري ومعلهوش الفرش بتاعتي والفرش بتاعي والسراير. يبقى لازم أول حاجة مبدئيا كده يكون معايا المعماري وعليه الفرش، السراير وفرش غرف العمليات وغرف الغسيل الكلوي وغرف العناية المركزة وهكذا. خلاص، يبقى أنت اوريدي دلوقتي معاك معماري، والمعماري ده فيه الفرش بتاعك. نبدأ بعد كده نعمل أول حاجة توزيع للغازات الطبية بتاعتي حسب كل أبليكيشن. يعني غرف المرضى بيكون فيها أنواع معينة من الغازات، وغرف الغسيل الكلوي فيها أنواع معينة من الغازات، غرف العمليات سواء عمليات عامة بيكون فيها أنواع معينة من الغازات، لو عمليات خاصة بالعيون فيها أنواع تانية، عمليات خاصة بالعظام بيكون فيها أنواع تانية من الغازات. يبقى احنا في البداية خالص نبدأ نخش في كل أبليكيشن في المستشفى ونحدد الأبليكيشن ده هنحط فيه غازات ايه. طبعا مين اللي هيقول لي كل أبليكيشن فيه غازات ايه؟ هنروح طبعا على طول على الكود الإنجليزي. زي ما احنا عارفين فيه طبعا أكتر من مدرسة في تصميم شبكات الغازات الطبية، في مدرسة إنجليزية، في مدرسة ألمانية، في مدرسة فرنسية. طبعا المدرسة الأم أو الشائعة الاستخدام طبعا هي المدرسة الإنجليزية. علشان كده هنبدأ نتكلم في التسجيل ده هو إزاي نصمم طبقا للمدرسة الإنجليزية في تصميم شبكيات الغازات الطبية. يبقى قلنا أول خطوة عندك المعماري وعليه الفرش. ثاني خطوة هبدأ أحدد كل أبليكيشن في أنواع إيه من الغازات. فنبدأ نخش في الكود الإنجليزي الـ HTM. هتلاقي في عندك تيبل 11 الهيد بتاعه Provision of Terminal Unit. التيبل دون كده لما تخش فيه هتلاقيه بيحدد لك كل ابليكيشن المفروض احط فيه غازات ايه. طب هو قبل ما احدد كل ابليكيشن فيه غازات ايه، عايز اعرف الاول ايه هي الغازات الطبية اللي عندي اللي انا ممكن استخدمها، كل انواع الغازات الطبية اللي انا ممكن استخدمها. عندنا تقريبا حوالي 12 نوع من الغازات الطبية اللي احنا بنستخدمهم. اول نوع اللي هو الاكسجين، وده بيكون لاستخدامات عديدة زي عملية الافاقة، زي عملية تخفيف النيتروز اللي بيستخدم في التخدير. يبقى اول نوع عندنا هو الاكسجين، تاني نوع هو الميديكال اير، ثلاثة الميديكال فاكيوم، اربعة النيتروز اوكسايد، خمسة النيتروجين، ستة سيرجيكال اير، وفي المدرسة الامريكية بيسموه الانسترومنتال اير، سبعة الكربون ديوكسايد، تمانية الويست انستيسيا جاز ديسبوسال WAGD، او بيسموه في المسمى الانجليزي بتاعه الانستيسيا جاز سكافنجنج سيستم الAGSS. الغاز رقم تسعة هو الانتونوكس، وده عبارة عن خليط من النيتروز والاكسجين بيستخدم في عمليات الولادة. الغاز رقم عشرة هو عبارة عن الهيليكس، وده خليط من الهيليوم والأكسجين. الغاز رقم 11 هو الدينتال اير، والغاز رقم 12 هو الدينتال فاكيوم. يبقى احنا عندنا 12 نوع من الغازات الطبية بصفة عامة اللي ممكن نستخدمهم في كل الابليكيشن اللي عندنا. طبعا كل ابليكيشن مش هيكون فيه ال 12 غاز، ولكن ممكن في ابليكيشن يكون فيه غازين اتنين بس، في ابليكيشن تاني ممكن يكون فيه 3 غازات بس، اوتو ميديكال اير ميديكال فاكيوم، في ابليكيشن ممكن يكون فيه 5، في ابليكيشن وهكذا ان سو اون. فاللي هيحدد لي كل ابليكيشن احط فيه كام غاز، تمام، هنخش ال HTM هو اللي هيحدد لي كل ابليكيشن فيه قد ايه من في كام غاز، او في اوتو بس ولا في ميديكال اير بس ولا في اوتو ميديكال اير. فعشان نحدد الكلام ده هنخش في تيبل 11 اللي هو بروفيجن اوف تيرمينال يونت اللي موجود عندنا في ال HTM في الكود الانجليزي. هتلاحظ ان التيبل دون بيتكون بس او في بس بيحتوي على 8 غازات بس، لان النيتروجين اتشال مؤخرا، والدينتال اير والدينتال فاكيوم
لهم ابندكس لوحدهم يعني. فالجدول ده انا هتلاقي فيه 8 غازات اللي هو الاوتو والنيتروز والانتونوكس والميديكال اير والسيرجيكال اير ميديكال فاكيوم والاي جي اس اس والهيليكس، تمام. فهتلاقي عندك بقى الجدول ده متقسم كده لاكتر من ديبارتمنت، وكل ديبارتمنت فيه اكتر من ابلكيشن. فهتلاقي عندك متقسم لاول حاجه اول ديبارتمنت اللي هو الاكسيدنت اند امرجنسي اللي هو قسم الطوارئ، بعد كده قسم الاوبريتنج ديبارتمنت غرف العمليات، وبعد كده الماتيرنتي ديبارتمنت اللي هو قسم الولادة، وبعد كده جينيسيس ديبارتمنت اللي هو قسم التشخيص، وبعد كده السيرفيس ديبارتمنت اللي هو قسم التعقيم. وهتلاحظ ان كل قسم في التيبل دون فيه اكتر من ابليكيشن. وليكن مثلا الاوبريتنج ديبارتمنت هتلاقيه متقسم لاكتر من ابلكيشن، جوه يبقى جوه كل ديبارتمنت في اكتر من ابلكيشن، وكل ابلكيشن له الغازات الخاصه بيه. فهتلاحظ ان الاوبريتنج ديبارتمنت متقسم للانستيسيا روم اللي هو مسرح عمليات، اوبريتنج روم، والاوبريتنج روم فيها غرفه تخدير ولا غرفه جراحه، وفي عندك الخلايا الجذعيه برضو سواء تخدير او جراحة، وفي عمليات متنوعة، وفي افاقة فقط. المهم يبقى انت عندك كل ديبارتمنت في اكتر من ابلكيشن. يبقى انت في اول حاجة خالص هتبدأ تخش التيبل دون، واكوردنج تو الابلكيشن اللي عندك في الهوسبيتال او في المستشفى بتاعتك تبدأ تحدد الابلكيشن ده هنحط فيه ايه اي انواع من الغازات، وتبدا تروح ترسمهم عندك عند البيل هيد يونت اللي هي عند السرير بتاعك، تمام. يبقى انت كده اول خطوه عملناها ان احنا وزعنا وحددنا كل ابلكيشن. يبقى كده انت عملت توزيع او بروفيجن للتيرمينال يونت في كل ابلكيشن، وليكن مثلا هتلاقي غرف العزل فيها اوتو ميديكال فاكيوم ميديكال اير، غرف الملاحظة للسيدات او الملاحظة للرجال هتلاقي نفس الكونسبت فيها اوتو ميديكال فاكيوم ميديكال اير، غرف الرنين المغناطيسي مثلا هتلاقي من التبل اللي احنا شرحناه ده هتلاقي محتاجة اوتو وميديكال فاكيوم ميديكال اير نيتروز و اي جي اس اس. برضه لو رحت لغرف الغسيل الكلوي هتلاقي ان كل سرير محتاج برضه اوتو ميديكال فاكيوم وميديكال اير. لو رحت لغرف العمليات هتلاقي برضه فيها اوتو وميديكال اير وميديكال فاكيوم ونيتروز واي جي اس اس. ده بالنسبة لقسم الطوارئ. الإنعاش في قسم الطوارئ هتلاقي فيه تو تيرمينال للأوتو، تو تيرمينال للميديكال فاكيوم، تو تيرمينال للميديكال اير، تو تيرمينال للنيتروز، تو تيرمينال للاي جي اس اس. هتلاحظ دايما طالما في نيتروز يبقى في ايه مع اي جي اس اس. لو رحت غرف التكبيس هتلاقي برضو عبارة عن اوتو ميديكال فاكيوم ميديكال اير نيتروز. واي جي اس اس. في غرف الفحص هتلاقي برضه ميديكال اير ميديكال فاكيوم و او 2. وهكذا. فانت تمشي بقى في كل ابلكيشن تشوف الابلكيشن ده فيه ايه، وعرفنا هنحط الحاجات دي منين من التيبل اللي احنا شرحناه اللي هو تيبل 11 في ال HTM اللي اسمه ايه Provision of Terminal Unit. بعد كده تبدأ انت تعمل ال Piping Layout، توصل بين كل التيرمينالز اللي انت حطيتها دي بمواسير كبر. الخطوة اللي بعد كده يبقى أول خطوة توزع التيرمينالز في كل application، تاني خطوة توصل بينهم
بايبنج لي اوت مع مراعاة طبعا عمل زونينج اند الارم بانيل لكل وارد او لكل غرفة على حسب برضو التيبل 11 ده هيقول لك هل كل وارد ياخد زون فالف بوكس ولا كل غرفة مثلا زي غرف العمليات بتلاقي محتاج زون فالف بوكس لوحدها. هنتكلم بعد كده يعني عن الكنترول او ازاي تعمل كنترول على الهوسبيتال بصفة عامة ناحية السيرفيس فالف او الزوم فالف بوكس وهكذا وامتى تركبهم وتوزعهم ازاي. المهم يبقى خلينا دلوقتي مبدئيا ان احنا وزعنا التيرمينالز في كل ابليكيشن ووصلنا منهم ببايبنج. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنبدأ نحسب الفلو requirement لكل application. هتلاقي عندك الجاز فلو شابتر 4 هتلاقي فيه تيبل 13 اللي هو design and diversified flows. هتلاقي مديك معادلات ازاي تحسب الفلو لكل application. هتلاقي كل ابلكيشن المعادلة بتاعة حساب الفلو الخاص بيها زي مثلا ال patient accommodation او ال accident emergency. ده مثلا في ال patient accommodation single for bedroom and treatment room design flow بيكون 10 لتر per minute و diversified flow الكيوب تحسب من المعادلة اللي قدامها دي اللي هي 10 plus n ناقص 1 في 6 على 4. بالمثل هتلاقي في تيبل خاص بحسابات الفلو للنيتروس اكسايد اللي هو تيبل 15 اللي هو نيتروس اكسايد ساين اند دايفرسفايد فلو. هتلاقي برضو كل ابلكيشن فيه المعادلة الخاصة بيه. تيبل 18 الميديكال اير ديزاين اند دايفرسفايد فلو هتلاقي برضو فيه المعادلات الخاصة بحسابات الميديكال اير من ناحية الفلو. سيرجيكال اير هتلاقي في تيبل 20 سيرجيكال اير 700 كيلو باسكال ديزاين اند دايفرسفايد فلو برضو هتلاقي فيه المعادلات الخاصة بحسابات السيرجيكال اير. تيبل 21 في ال HTML او الكود الانجليزي بيتكلم عن الفاكيوم ديزاين اند دايفرسفايد فلو حساب الفلو لكل ابلكيشن. بعد كده يبقى انت اول خطوة عملنا توزيع التيرمينالز لكل ابليكيشن. تاني خطوة وصلنا بين التيرمينالز دي بمواسير من الكبر او عملنا بايبنج ورسمنا الكلام ده كله في فايل كاد. تالت خطوة ان احنا بدأنا نحسب الفلو من المعادلات الخاصة اللي احنا شرحناها دلوقتي. من حسابات الفلو هستفيد بيها في حاجتين اتنين، هعمل بيها اول حاجه الايكوبمنت سيلكشن وهعمل بيها تاني حاجه البايب سايزنج. يبقى انت بعد ما حسبت الفلوهات تبدا تعمل لهم اكسل شيت كده عشان تبدا تجمع الفلو عندك. بعد ما تجمع الفلوهات بتاعتك وتعرف في عندك كام لتر بير مينيت من الاكسجين او من الميديكال فاكيوم او من الميديكال اير او من الاي جي اس اس او النيتروز او الانتنكس او السيرجيكال اير، تبدأ تعمل سيلكشن للإكويبمنت الخاصة بكل غاز من الغازات دي. يبقى الفلو هيفيدنا في حاجتين اتنين زي التاني ما بأكد على المعلومة ديت. الفلو هيفيدنا في حاجتين الإكويبمنت سيلكشن والبايب سيزنج. تبدأ بقى تخش انت تعمل إكويبمنت سيلكشن للأكسجين وبعد كده إكويبمنت سيلكشن للميديكال فاكيوم بعد كده الإكويبمنت سيلكشن للميديكال اير بعد كده اي جي اس اس كومن سيلكشن وبعد كده النيتروزن نيتروز وبعد كده الانتونوكس وبعد كده السيرجيكال اير. الاكوبمنت سيلكشن بتحتاج مزيد من التوضيح، ولكن بما ان انا بعمل التسجيل دون كملخص بسيط بحيث تبدا انت لو عايز تقرا مع نفسك او تبدا تفتح لنفسك مواضيع وتحضر فيها على ما ان شاء الله الاقي وقت وابقى اشرح الحاجات دي كلها بالتفصيل من جديد، اشرح ازاي ايه هي التعريفات الخاصه بالميديكال جاز
استخدامات كل غاز ايه، وازاي نعملهم توزيع او بروفيجن للترمينالز بالتفصيل شويه، وازاي احسب الفلو برضه بالتفصيل، وازاي اعمل اكومنت سيليكشن بالتفصيل. انما انا باكد تاني ان التسجيل ده هو بس مجرد تفتيح مواضيع مش اكتر، ملخص بسيط يعني، بحيث لو هتبدا تقرا في الغازات الطبيه يساعدك شويه في القرايه. بعد ما عملت الايكوبمنت سيليكشن تبدا تخش على البايب سايزنج. طبعا عندنا في اكتر من نظام في الغازات الطبيه، في نظام 4 بار، في نظام 7 بار، في نظام فاكيوم. دول الثلاث انظمه الرئيسيه. في انظمه تانية سبيشال شويه مش موجوده في كل المستشفيات. احنا هنتكلم دلوقتي عن الانظمه الشائعه اللي هي في اي مستشفى، الاربعه بار سيستم والسبعه بار سيستم والفاكيوم سيستم. ففي عندك تيبل، هتلاقي في عندك ابندكس خاص بالبايب سايزنج. اللي هو ابندكس جي في ال HTM. ابندكس جي ده هو شرح لك ازاي تعمل بايب سايزنج. طبعا مفيش سوفت وير زي الايلت مثلا او ايت اتش فاك او الهاب، مفيش سوفت وير خاص بملك الجهاز، ولكن انت بتبدا تعمل شتات الاكسل بنفسك بناء على فهمك لعمليه حساب الفلو او عمليه ازاي تعمل بايب سايزنج. فانت بتبدا الاول تفرض اخطار مبدئيه، وبعد كده تخش في تيبل A2 اللي هو في ابندكس جي في ال HTM. يبقى ابندكس جي في ال HTM اللي هو اسمه بريشر لوسس داتا. تخش في تيبل A2 عشان تعمل بايب سايزنج لل ال اي غاز 4 بار سيستم، زي الاكسجين مثلا او الميديكال اير، ده 4 بار سيستم. تيبل A3 ده بتعمل منه السايزنج او الحسابات الخاصة بالنظام اللي هو 7 بار سيستم. تيبل A4 ده النظام السبيشال شوية اللي هو 11 بار سيستم. وتيبل A5 اللي هو pipeline pressure losses للفاكيوم. طبعا زي ما احنا عارفين احنا عندنا انظمة الغازات عندنا في 4 بار سيستم. يعني ايه 4 بار سيستم؟ بيكون في البريشر عند الايكوبمنت حوالي 60 كيلو باسكال او 450 ملليمتر زئبق. ده الهاي بريشر بتاعه ده عند البلانت او الايكوبمنت، وبيكون يا اما 60 كيلو باسكال من 60 ل 48 كيلو باسكال. بينما بيكون عند التيرمينالز بيوصل لحوالي 40 كيلو باسكال. في النظام فانت لما بتيجي تعمل بقى الحسابات بتاعتك بتعملها على هذا الاساس، ان يكون عندك عند الايكوبمنت مثلا 60 كيلو باسكال ماكسيمم، وعند التيرمينالز البريشر ما يقلش عن 40 كيلو باسكال. تبدأ تعمل حساباتك على هذا الاساس، تحسب البريشر دروب. لو البريشر دروب وصلك عند التيرمينال ل 40 كيلو باسكال يبقى كده اوكي، 50 كيلو باسكال اوكي، انما ما يقلش عن 40 كيلو باسكال. هي دي الحسابات الخاصة بالميديكال جاز سيستم. يبقى خطوات تصميم شبكة الغازات الطبية، في البداية توزع التيرمينالز توصل بينهم ببايبنج. بعد كده تبدأ تحسب الفلو لكل غاز، ومن الفلو هنستفيد بحاجتين اتنين، هنعمل equipment selection ونعمل pipe sizing. بعد كده بتعمل حاجة اسمها zone valves and alarms، ازاي تعمل control على الشبكة.
بيكون فينا أكتر من نوع من الصمامات بنستخدمهم. وبعد كده بتبدأ أنت تعمل ليبلينج للمواسير، لأن في مواسير راحة للمريض وفي مواسير راجعة عن المريض، بتبدأ تعمل عليها ليبلينج طبقا للكود الإنجليزي. وبكده احنا خلصنا ملخص بسيط جدا عن تصميم شبكات الغازات الطبية، وإن شاء الله لما يتاح وقت لاحقا يعني إن شاء الله هبدأ أتكلم. أنا محتاج تقريبا حوالي 20 ساعة عشان أبدأ أتكلم عن كل جزئية من الجزئيات دي بالتفصيل، ولكن أنا حاليا فعلا يعني مشغول جدا، فربنا يسهل إن شاء الله. كان معكم المهندس أحمد خالد، إيميل ahmed31791@gmail.com، وشكرا.